هل تعلم عزيزي المتابع أنه تم عرض مسلسل عالم استوهيبة الجزء الأول عام 2020 على قناة العراقية الرسمية الحكومية؟ وهنا المتابعين والناس يسألون زين ايش عجب الوقف الشيعي ما اعترض على الاسم وما حكوا وقالوا عليهم أنه يلغون المسلسل؟ هذا السؤال هواي من المتابعين سألوه. وايضا شفنا هذا المقطع على اساس مظاهرات قويه في ساحه التحرير ضد ايقاف مسلسل عالم ست وهيبه، وايضا المحتجين على اساس يطالبون قناه اليو تي في باستمرار العمل وبث المسلسل. يذكر انه قناه يو تي في نزلت بيان واعتذرت من المتابعين او الناس انه خلاص بعد راح يتم ايقاف بث المسلسل يعني فتره مؤقته لحين تسويه الامور. وايضا من الاخبار انتشرت انه على اساس بسبب هذا المشهد هو ايقاف مسلسل عالم الست وهيبه. الفكره من المشهد يمكن انا شفته انه مهدي، شخصيه مهدي يتحدث مع هذا الشخصيه اللي اسمه الغليون بوقتها، يقول له انه اذا يطبعون على ايام الفرهود والبث المباشر للفرهود اللي صار بالعراق ايام السقوط، وهو هذا الغليون يقول له اني راح اشارك بالعمليه السياسيه، ولين انا قال له انت على اساس حرامي شلون قال له قابلاني اختلف عن البقيه، وصار حكي وصار حوار بيناتهم على اساس يعني بيها تشويه سمعه للطبقه السياسيه اللي تحكم او اللي حكمت العراق. فهذا على اساس هذا المشهد واحد من الاسباب الى ادى الى انه ايقاف المسلسل. هي بالبدايه كانت المشكله اللي تعرضت لها القناه والمسلسل انه على اساس اسم مهدي ومهدي والوقف الشيعي طلع ببيان، فالناس جماعة يو تي في قالوا انه خلاص راح نعدل كل المشاهد ونشيل اسم يو تي في. بعدين طلع السالفة صباح عطوان مؤلف الجزء الاول ومخرجه وقال انه على اساس اخذوا الفكرة مالتي وما اعطوني فلوس، لحد ما انه يعني نزلت الشركة المنتجة تنويه وقالت نحرص على التعبير لك يا استاذ صباح عطوان كل الاحترام والتقدير، في حين نؤكد أهمية احترام حقوقك الفكرية والمعنوية والمادية، ونعبر عن استيانة المحتوى الذي تم تداوله من خلال منشورك والذي يتعارض مع مضمون الاتفاق الذي تم التواصل إليه. كان من الأول التواصل معنا مباشرة لتوضيح الأمور بدلا من اللجوء إلى التشهير والتعبير عن الانتقادات التي تكون لها تأثير سلبي على صورتنا وسمعتنا سواء بشكل معنوي أو مادي. نحن نؤكد ان العقد هو الاساس القانوني والعلاقة بين الطرفين لكن العمل اسمه عالم ست وهيبه منع من العرض ولاسباب تتشابه في الازمنه وفي الامكنه. للاسف للاسف انه احنا نقوم بهذا الطريقه وانه احنا ندعي للديمقراطيه وندعي الى الحريه. انا مقهور على جمهوري، مقهور على جمهوري اللي ينتظر من عندي وانتظر من عنده اشوفه. قدمت لهم مع صحبة كبيرة من فناني العراق وحرية الأعمال وحرية الفرد أين هي الديمقراطية؟ أنا بذاك الزمن منع لي عمل، وبهذا الزمن يكرر نفس الشيء، يمنع لنا عمل، يمنع لنا عمل درامي. أنا ما أريد أقول لازم المفروض نروح نشوف الأعمال الباقية، ولا أريد أحكي على الأعمال الباقية، كل هذا فن، كل هذه حواديت حكايات نسردها حتى نقدمها للمتلقي في شهر رمضان الكل تفرح به. ارجع واقول هذا القرار مجحف، وان لنا كمتعاقدين الحق في ضبط تفاصيل العمل وتعديل النصوص بما يخص مصلحه العمل. يذكر اننا قدمنا عده طلبات للتعديل ولكن لم يتم التجاوب معها، ما ادى الى تاخير تنفيذ العمل خلال الموسم الرمضاني السابق. يعني بين قوسين هم يقولون احنا تواصلنا وبيناتنا عقيد، يعني ماكو داعي يا صباح عطوان تطلع وتشهر من هذا الحكي. فالسالفة كلش معقدة وما اعرف حقيقة، الله يساعد الناس اللي يعني فلوسهم راحت بهذا العمل. ايضا ممثل الصدر في الكاظم حازم العرجي يقول واحد مجرم ويكبسل منطقي اسم مهدي وكنيته ابو صالح. العرجي يقول نحن نطالب بتغيير اسم او حذف المقطع او الغاء المسلسل. انا مقهور على جمهوري، لكن العمل اسمه عالم ست وهيبه منع من العرض ولاسباب تتشابه في الازمنه وفي الامكنه.
هذا أول رد رسمي من قناة يو تي في بعد قرار الأمر القضائي اللي صدر بحقه إيقاف مسلسل عالم ست وهيبة. البيان مالتهم كان كالتالي: إلى سيد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد المحترم، توضيح واستجابة تهديكم قناة يو تي في إلى آخره، بناء على التداول الذي حصل اليوم في مقر هيئتكم موقرة مع جنابكم الكريم، واستجابة لما حصل من مناشدات واعتراضات اجتماعية ولمانية حكومية بشأن بعض الملابس في مسلسل عالم الست وهيبة، والذي تعرض قناتنا في شهر رمضان المبارك، وإيمانا منا بالالتزام التام باللوائح والضوابط التي وضعتها الهيئة الموقرة إلى آخره، واحترام التعدد الديني والمذهبي والقومي والحرص على وحدة العراقيين إلى آخره، الرموز الدينية والمجتمعية بشكل مباشر أو غير مباشر. قمنا حبيبي سعد سلام، حبيبي حبيبي سعد سلام، حبيبي ناس كبار، هاي كلهم من البصرة، كلهم من الجنوب، كلهم من الوسط، كلهم من الوسط الفني، كل الناس ويانا كلها. أزار خميس لا تنقر، مخرج عراقي، ممثل عراقي، أستاذ باسم كان معانا، الكل محروق دمه. شكرا لكل كلماتكم الطيبة. حقيقة أنا طلعت بهذا اللايف حتى أقول شيء واحد للناس، شلون أسيئهم؟ أو مثلا الممثل ويانا شلون يسيئ؟ ويانا ممثلين كبار عظام، ويانا الأستاذ محمود أبو العباس من البصرة، كان قال يا أبو تفضلوا أنا ما أشتغل، والكثير كثير ويانا، لكن الكل جوي قرأوا النص وتمتعنا بقراءة النص. نص مكتوب بطريقة عربية، مكتوب العمل بطريقة عربية، نطلع بيه من 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 المحلية إلى العربية. أنا كان هذا نهجي، أنا كان هذا طموحي. العمل مو عراقي، أنتوا رحتوا جبتوه حطيتوا لي على إنه إحنا نسيء، لا عيب عيب، هذا افتراء، هذا افتراء. وبالمجتمع العربي أكو الصالح والطالح. إحنا بنيان العمل هذا إجا لأنه كل الأعمال تنبني على صراع بين الخير والشر، كل الأعمال تنبني على صراع بين الخير والشر. أنا ما أقدر أجي أفهم هيئة الإعلام وهم ما لهم علاقة بالفن أقول له هذا صراع بين الخير والشر، وهو رايح